السيد الرئيس إدريس خليل عدوي باسم فريق العدالة والتنمية. فهذا السي مديان، هذا تدبير داخلي، وهذا تأكد الموقع الخاص اللي عند السي السقلي. لا أنا معك السيد الرئيس المحترم، أنا كان طلبي هو أن راه مازال ما بديتش السيد الرئيس. قلت لك مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يحفظك السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترم، الإخوة والأخوات النواب المحترمين، في البداية علاقة بهذه الملاحظة اسمحوا لي إخواني وأخواتي في فريق العدالة والتنمية أن أخذ بعض الدقائق من الوقت المخصص لفريقنا المحترم لأتكلم بقبعة رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب. طبعا لكي لا تفوتني الفرصة بكل صدق لأحيي وأشكر كل أعضاء اللجنة الذين ساهموا في أعمال هذه اللجنة، ساهموا في حيويتها، ساهموا في نشاطها، وبالخصوص أخص بالذكر أعضاء مكتب اللجنة الذين أبانوا عن انسجام كبير وتفاني في العمل، وكذلك إدارة اللجنة التي ساهمت بشكل كبير في هذا المنجز. فتحية لكل هؤلاء، أيضا تحية للسيد الوزير اللي الحمد لله، والسيد الرئيس المدير العام ديال مجموعة سي دي جي لتجاوبه السريع والإيجابي على الأقل على مستوى أعمال لجنة مراقبة المالية العامة. ما حققناه في هذه اللجنة هو واحد محطة ديال فخر واعتزاز بانتمائنا لهذه المؤسسة البرلمانية. ما حققناه هو واحد ثمرة لواحد التوافق على منهجية العمل، أقول على منهجية العمل وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. لا نزاحم أعمال اللجان الأخرى ولا ندخل في اختصاصاتها باش الأمور تكون واضحة. تحية أيضا للمجلس الأعلى للحسابات الذي تعتبر تقاريره مرجعا لنا في مراقبة العمل الحكومي، في مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي، وفي مراقبة المالية العامة، لأن القناعة اللي أكدناها في التقرير إصلاح الدولة يمر عبر إصلاح المالية العامة وعبر مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي. ذاك الدرهم أين ذهب؟ واش حقق ذاك الثلاثي النجاة المالية؟ وكما أقول دائما في علاقة مع المجلس الأعلى للحسابات، لجنة مراقبة المالية العامة بحال داك السمكة، داك الحوتة، ماؤها هو المجلس الأعلى للحسابات الذي يجيب على الأسئلة والاستشارات التي نتقدم بها ويقدم المساعدة للبرلمان وخصوصا لجنة مراقبة المالية العامة وفق مقتضيات الفصل 148 للدستور. علاقة بموضوع ديال التقرير ديال اليوم الذي يأتي في إطار البرنامج السنوي للمراقبة والذي يضم خمس المواضيع، من بينها السي دي جي، الاندهاش ما زلنا ننتظر، هذه تقريبا أكثر من سنتين، تقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات، لانابيك نفس الشيء، مؤسسة التعاون الوطني توصلنا بهذه 10 أيام، البرنامج الوطني ديال المدن بدون صفيح نشتغل عليه، لكن كان اليوم إشكال حقيقي في علاقة هذا البرنامج مع وزارة الداخلية للأسف الشديد تتنصل
عن مسؤوليتها في هذا البرنامج، وتجيبنا كتابة أن هذا البرنامج لا يدخل في اختصاصها، فقط تقدم المساعدة لوزارة التعليم. إذن ما يمكنش هذا الموضوع أن يدرج فيه تقرير، أقولها وأتحمل مسؤوليتي فيها، وهذا الشيء قلناه في اللجنة وفي مكتب اللجنة بدون حضور وزارة الداخلية. لابد أن أذكر بما قامت به اللجنة على مستوى التقرير الموضوعاتي المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية اللي عنده علاقة، وخاصة ديجي داخل في إطار البرنامج السنوي المراقبة في إطار الاختصاص الأول ديال لجنة مراقبة المالية العامة، لكن تقرير الموضوعاتي للمؤسسات والمقاولات العمومية داخل في الاختصاص الثاني المتعلق بالتقارير التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات في إطار برنامجه هو ديال السنوي المراقبة. الحمد لله اليوم 16 مؤسسة عمومية جاءت للبرلمان أيها الإخوة والأخوات الكرام، وسأعرضها كاملة. الخطوط الملكية المغربية، الشركة الوطنية للنقل اللوجستيك، المكتب الوطني للماء والكهرباء، المكتب الوطني للسكك الحديدية، مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، القرد الفلاحي، المكتب الوطني للمطارات، العمران، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، طرق السيارة بالمغرب، المكتب الوطني المغربي للسياحة، المكتب المغربي للملكية الصناعية، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سوغياد القناة الثانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 16 مؤسسة عمومية أمام هذه الإنجازات اللي الحمد لله هو عمل جماعي كما أشرت. هناك إشكالية السيد الرئيس والسيد الوزير جوج. الأول هو الزمن السياسي والبرلماني مختلف تماما عن زمن المجلس الأعلى للحسابات، وهذا طبيعي نظرا لطبيعة المواضيع التي نقترحها. أقول أقل مدة زمنية لكي يعد المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول موضوع نطلبه هو سنة تقريبا. سي دي جي استثناء، لأنه كان ضمن، هو كان موضوع ديالنا البرنامج السنوي المراقبة، وكان موضوع ديال المجلس الأعلى للحسابات في إطار البرنامج السنوي المراقبة. ورغم ذلك الأسئلة أرسلت في 26 يونيو 2018، تقرير توصلنا به في 5 فبراير 2019، يعني 8 أشهر ونحن ننتظر. نعطيكم جوج برامج. صندوق دعم التماسك الاجتماعي اللي دوزناه تطلب من المجلس الأعلى للحسابات 33 شهر لإعداده، يعني لجنة مراقبة المالية العامة تنتظر 33 شهر باش تبدأ التقرير ديال صندوق دعم التماسك الاجتماعي. البرنامج الوطني للمدن بدون صفيح اللي تكلمت عليه سلفا تطلب من المجلس الأعلى للحسابات لإعداده 23 شهر. إذن هذا يحد من مردودية نشاط اللجنة، وهذا ورش مستقبلي نتمنى أن البرلمان في الولاية القادمة يشتغل عليه باش يعطي فعالية أكثر في العلاقة اليوم اللي كاينة ما بين المجلس الأعلى للحسابات واللي الحمد لله تنفتخر بها وهاته المؤسسة المحترمة. الإشكال الثاني مرتبط بهذا التقرير، هذا تقرير السي دي جي. تنشكر السيد الوزير على التجاوب ديالو أكيد على مستوى اللجنة، وأعددته وصادقت عليه اللجنة في يوليوز 2019. يوليوز 2019 أرسل لمكتب المجلس في نفس الشهر، وانتظرنا وانتظرنا ونفذ صبرنا رغم رسائلنا التذكيرية. هذا التأخير رادم اليوم احنا 9 فبراير 2021، يعني انتظرنا 16 شهر لكي يعرض هذا التقرير في جلسة عامة. فلو كان مصير هذه المؤسسة 16 اللي تكلمت عليها، يعني راه خصنا 16 سنة عاد يمكننا ندوزو هاد 16 المؤسسة العمومية، واخا هي تدخل في إطار تقرير الموضوعاتي ديال المجلس الأعلى للحسابات. إذن أملنا من موقعي اليوم كرئيس وباسم أعضاء مكتب اللجنة واللجنة ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، الذي يكلف الديمقراطية التمثيلية ديالنا والأداء البرلماني، وهذا يقع أيضا في مهام أخرى يقوم بها البرلمان. نعطي جوج نماذج.
المهمة الاستطلاعية ديال الصفقات التفاوضية المرتبطة بجائحة كوفيد، الإخوان أعضاء هذه المهمة أرسلوا طلب معطيات هذه أكثر من شهر لكم السيد الوزير المالية وكذلك وزارة الصحة، وما زالوا ينتظرون. نفس الشيء بالنسبة للتقرير ديال الحكامة ديال مراكز تحقن الدم، تقرير قدم الوزير للأسف الشديد ديال الصحة لم يستجب بعد، وهذا وقع لنا معه. احنا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هذه السنة أو أكثر كانت ضمن المؤسسات العشرين، لحد الساعة السيد وزير الصحة للأسف الشديد لم يتجاوب مع هذا الطلب. علاقة بالسي دي جي، أكيد اليوم نحن أمام واحد المؤسسة مالية عمومية تنفتخر بها داخل بلادنا، ذات طابع استراتيجي. يمكننا نقولوا من تنقرأوا التاريخ ديالها والمحطات ديالها كأننا نقرأوا تاريخ الاقتصاد المغربي. تمثل واحد الرهانات سوسيو اقتصادية مهمة، يعتبر المغرب وهذا الشيء تنفتخروا به من الدول الأوائل لتعتمد على مثل هذه المؤسسات، أحد المستثمرين الأوائل في البلاد بعد المكتب الوطني للماء والكهرباء ولو سي بي، وواحد الفاعل نشيط في تعبئة الادخار والتوجيه ديالو نحو تمويل الاقتصاد الوطني. كما أشارت السيدة المقررة، يعني تنشكر الحكومة والسيد الوزير بالخصوص على التجاوب ديالها مع ذاك 23 توصية، 22 يعني تفاعلت معها بشكل إيجابي وتوصية أخرى تحفظت عليها. اليوم السيد الوزير بغينا نعرفه لعل التأخير كان فيه خير، بعد 19 شهر من هذا التقرير هاد التوصيات أين وصلت؟ حنا تبعنا اليوم ما يجري على مستوى التوصيات. يمكن لي نقول لكم التوصية الأولى والثانية المرتبطان بالإطار القانوني والمؤسساتي مع إحداث مجلس إدارة ديال الصندوق، للأسف الشديد هاد التوصيتان مهمتان ولكن إلى حدود اليوم لم يفعلا. بغينا نعرفوا الأسباب الحقيقية لهذا التأخير. هذا في نفس الاتجاه التوصية الثالثة، تعزيز مجالس إدارة المؤسسات التابعة للصندوق بمتصرفين خارج مصالحه، ولا سيما أنكم التزمتم بتعميمه في أفق 2020. حسب علمنا إلى حدود الساعة التي أتكلم فيها ما زال لم يتم تعيين أي متصرف مستقل، لا داخل السي دي جي لا داخل الشركات التابعة. نفس المصير بالنسبة للتوصية الرابعة، وإن كان وقع فيها واحد الجهد لكن بغينا اليوم تعطيونا التفاصيل وأين وصلت، المتعلقة بإخضاع مناصب المسؤولية لمسطرة التباري المعمول بها في تعيين المناصب العليا. وهنا نعطيكم على سبيل المثال حسب المعلومات التي نتوفر عليها، فتعيين المديري ديال الشركات التابعة للسي دي جي ما زالت لا تحترم بعد مساطر التباري، إلى آخر التوصيات. في الأخير هنا أتقاسم معك السيد الوزير بعض القناعات في هذه 6 دقائق ولا 5 دقائق التي بقيت لي، وأعتقدها أساسية، وكان بودي نمشي لبعض التوصيات أخرى ولكن الوقت لا يسعف. المسؤولية السياسية السيد الوزير، وهذه ناقشناها معك طويلا داخل اللجنة، هي موجودة في كل التدخلات. هذه مؤسسة كبيرة، هذه عندها بعد استراتيجي، هذه ذراع ديال الدولة تنفتخروا بها. اليوم لا يمكن أن نحدث، نعطيك على سبيل المثال، لا طونجيميد لا رونو لا ميدزيد دون أن تكون الدولة هي صاحبة القرار، وهذه المسؤولية هي التي تتطلب نوعا من الترشيد وطبعا نوعا من الوضوح. الإشكالية ديال التفاوتات المجالية والاجتماعية لا يمكن أن يغض الطرف عنها الصندوق ديال سي دي جي لينتقل إلا إلى الأنشطة المدرة للدخل أو المدرة للربح عفوا، أو إعادة الهكالة أو التموقع أو الانسحاب بهذه السهولة، باعتبار أن الودائع، وهذا معقول، ليست ودائع ديال العموم، هي ودائع خاصة نتفهمه وهذا معقول كما أشرت، لكن ينبغي للسي دي جي أن تبقى حاضرة
في هذا الشيء ديال المنفعة العامة واللي ركزنا عليها كثيرا. الصندوق هو مؤسسة الدولة ينبغي أن تكون في خدمة الوطن، في خدمة الفاعلين الاقتصاديين، في خدمة المواطنين والمودعين والمتقاعدين، وهذه مسؤولية كبرى، لكن ينبغي الاستمرار في المواكبة ولعب واحد الدور مساهم ومواكب للتنمية. محور التنمية المجالية جد مهم، قناعتنا وأكدناها لكم، لا تنمية في المغرب بدون تنمية مجالية، ولا تنمية مجالية بدون جهوية متقدمة. ينبغي للسي دي جي أن تبقى حاضرة بقوة في هذا المجال، في استحضار توازن ووضوح المعايير وأسطر عليها، باش نضمن واحد العدالة مجالية وبناء واحد تعاقد ناجح مع الجهات والجماعات الترابية الأخرى. واليوم ما أنجز النموذج اليوم ديال تعاقد مع جهة فاس مكناس من أعتقد من النماذج الناجحة في إطار التعاقد ديال البرنامج، عقد البرنامج بين الدولة والجهة، واللي الحمد لله السي دي جي حاضرة يعني كصاحب مشروع منتدب وكخبير في مثل هذه المشاريع اللي عندها قيمة مالية كبيرة. في مجال التواصل أريد أن أؤكد عليه، الصندوق هو صندوق ديال المغاربة بودائع المغاربة واستثماره استثماراته تعود للمغاربة، لهذا لابد من التواصل مع المغاربة. وهنا أدعو السي دي جي والفريق اللي الحمد لله تنحييه من هذا المنبر باش يكثر من هذا التواصل، بعقد ندوات صحفية كل سنة أو أكثر للتعريف بهذا الصندوق، لأنهم يسمعون المغاربة أنه يتصرف في ملايير الدراهم ويواجه إشكاليات في بعض المشاريع لكن لا يعلم إلا القليل عن تدخلاته. فالمغربي اليوم أصبح متتبع لما يجري في الشأن العام المحلي في الدول التي تقدمت، هي تقدمت بفضل الاهتمام ديال المواطنين ديالها بالشأن المحلي والعام، باش ما نبقاوش داك الصيغات المنمطة اللي مديورة على السي دي جي، مملكة بلاس بيتري، إمبراطورية ساحة بيتري. اليوم هادشي خصنا نزولوه بالتواصل بالأعمال اللي اليوم تنجزها هذه المؤسسة المحترمة. لكن أهم التحديات اليوم التي يواجهها الصندوق في ضرورة التوفيق بين كونه مؤسسة عمومية وفاعل رئيسي في خدمة الاقتصاد الوطني وفي الاستثمار في المشاريع المهيكلة طبعا التي لا يمكن للقطاع الخاص أن يلجها نظرا للحجم ديالها والخصوصية ديال الأثر الاقتصادي والمالي ديالها، طبعا الذي لا يمكن إلا قياسه إلا على المدى الطويل. وأخيرا أعتقد أمر أساسي ينبغي أن نشير إليه هو تقوية السي دي جي كطرف ثقة ثالث، وهذا أكدتموه السيد الوزير في عرضكم. ثقة اليوم أساسية في بلادنا، ثقة في المنتخب، ثقة في السياسة، ثقة في البرلمان، ثقة في الحكومة، ثقة في هذه المؤسسة الكبيرة ديال الدولة، وضابطة في كل الإصلاحات والاستثمارات. لا بد أن يكون لنا جميعا نوع من اليقظة وأيضا السي دي جي لكي تكون هناك ملائمة بين النموذج التنموي لهذا الصندوق وبين الرهانات والتحديات التي تفرضها هذه التحولات. أكيد في الأخير أن استراتيجية 2018-2022 مهمة، لكن يجب أن تواكب بالتتبع والتنفيذ والمراقبة واستحضار جميع الأبعاد التي أشرنا إليها ديال التنمية المجالية، ديال المنفعة العامة، ديال الثقة، ثقة أولا، ثقة ثانيا، ثقة ثالثا، والعدالة الاجتماعية والمجالية. شكرا لكم السيد الرئيس، شكرا لكم السيد الوزير، شكرا، شكرا على 23 ثانية السيد الرئيس، شكرا السيد الرئيس، شكرا.